قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد لا تصدق أن الإدارة الأمريكية تريد وقف إطلاق النار في غزة. رعد أكد خلال حفل تكريمي للشهيد على طريق القدس حسين الزهور في بلدة يحمر شقيف أن الإدارة الأمريكية توزع الأدوار بينها وبين كيان الاحتلال. أما ما نشهده اليوم من توزيع للأدوار بين العدو والإدارة الأمريكية التي تمثل الوكيلة الحصرية الآن عن كل دول الشر والطغيان في العالم، تتولى رعاية الكيان الصهيوني، توجهه، تبعث أهم جنرالاتها إلى غرفة عملياته من أجل أن تخطط له، تنصحه وتتقاسم معه الأدوار. لا تصدق أن الإدارة الأمريكية تريد وقف إطلاق النار في غزة أبدا. الإدارة الأمريكية أحرص من العدو الصهيوني على مواصلة إطلاق النار في غزة، لكن الإدارة الأمريكية تريد من الإسرائيلي أن لا يكثر في إحراجها.